بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية. نظرا للطلبات المتكررة من طرف الأعضاء المشتركين في إنشاء فيديو يتكلم على الأعمال المقدمة في النشاط السادس، يعني من الورشة تاع موك لموك، في هذا السلسلة إن شاء الله سنتكلم يعني على ما هو يعني مطلوب في لا كونسيبسيون افونسي sur la plateforme EDX. في الفيديو هذا إن شاء الله سأتكلم يعني على كيفية يعني إنشاء تمارين مختلفة من على منصة EDX، يعني على سبيل المثال ليست دي رولانت كازا كاشي، يعني ونطبقها في هذا الفيديو إن شاء الله. مشاهدة طيبة. ندخل إلى منصة EDX، ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور، بعدها نختار الدرس. دونك نذهب إلى مثلا إلى الفصل الثاني ونضغط على تقييم الفصل الثاني، يعني هذه دي سيكسيون كرييتهم ديجا من قبل في الكور تاعي. دوك راح ندير وحدة جديدة. هاد الوحدة الجديدة راح نستعمل فيها يعني أنواع التمارين الموجودة في النشاط السادس. دونك راح نسميها يا إما نسميها ليست دي رولونت، ولا نسميها قائمة منسدلة. دونك نسميها منسدلة. هذه يعني القائمة المنسدلة ولا لا ليست دي رولونت، هي يعني تسمح باختيار عدة اقتراحات، يعني السؤال ويكون عندي أنا السهم، نضغط على السهم هذا يكون خيار عدة اقتراحات، يعني ليتيليزاتور ولا ليتيديون اللي راح يريبوندي على لا كيستيون هذه، يعني تسمح له باش يسيليكسيوني اون ولا بليزيور اوبسيون. بعدها نضغط على بروبليم. دونك لهنا السيستم تاعي درتو اون لونغلي. دونك ليست دي رولونت معناتها دروب داون، نضغط عليها. هنايا تجيني دروب داون لان ديجا مكتوبه يعني الموديل تاعها من قبل. انا باش ندخل الموديل تاعي نديرلو ايديت. ايديت هادو لي دولين ديما جينيرالمون راح نفاصيهم، ما نحتاجهمش. يبقى لي لا بارتي هذه. لا بارتي هذه فيها لا بارتي تاع لا كيستيون هنا، ويعني وفيها لا بارتي نتاع يعني كونساي، يعني تقدر يعني تضيف يعني ملاحظات ولا للطالب باش يعني يقدر ريبوندي، وفيها يعني لا كيستيون تاعي هنايا يعني الاجابات. دونك لهنا راح نحط السؤال تاعي. السؤال نتاعي راح نقوله بماذا يقاس الضغط مثلا. هنا راح نجي هنا نسيليكسيوني هاد الكيستيو. هنا بماذا يقاس الضغط، نقدر نمثلو يعني ملاحظات للطالب ولا توجيهات، نقدر ما نستعملهمش ثاني، يعني مثلا تقول له راجع وحدة الضغط، يعني باش يقدر يجيب على الإجابة هذه، ولا إذا كان عاد غلط في الإجابة يروح لهذه الوحدة. هذه لازم تحطها بعد هاد لي دو سيمبول هادو، يعني راح تسيليكسيوني هنا وتقول له راجع مثلا وحدة الضغط. بعدها نجيو لي كيستيون. لي كيستيون لازم الإجابات تحطهم هنا، لي دو كروشي هادو لازم يكونوا لي كيستيون، يعني الاجابات الاقتراحات تكون داخلهم. هنا الجواب الصحيح لازم كديرو بين قوسين، والاجابات الاخرى ما يهمش. دوك انا عندي الاجابه الاولى البارومتر اللي هو الاجابه الصحيحه، بعدها الاجابات الاخرين المانومتر. لا الترتيب ما يهمش، حط برك لانه الإجابة الصحيحة تكون بين قوسين.
دونك تقدر دير له 3، تقدر دير له 4، تقدر دير له 5، تقدر دير له 6. بعدها يعني كاين دي زوبسيون خلاف اللي يقدر يحب يدير دي زوبسيون، يعني يكليكي هنايا على سيتينغ، يعني بارامتر لهنا الاسم نتاع السؤال مثلا. تقدر تحطه مثلا است زيرو بلانت، يعني ولا تحطو لا كيستيون، حطو لا كيستيون ا، هذه السؤال الاول. نقدروا ثاني لهنا نحطو يعني عدد المحاولات، يعني عدد المحاولات الاخر. بار ديفو هنايا يكتب لك يعني بار ديفو باللي كون ما تحددش العدد يبقى يعني غير محدد، يعني يقدر يدير اكبر عدد ممكن. انا نقدر مثلا ندير له محاولة واحدة او محاولتين. هنايا يحكي على لا نوت، لا نوت بار ديفو هي ان، يعني كون ما نحطش هنايا لا نوت راح يحسبها ان. نقدر نديرها مثلا دو بوان على هاد لا كيستيون. وكاين يعني بعض يعني يعني مثلا الوقت، يعني اللي هنا كيما هنا تحط الوقت، يعني المدة الزمنية اللي نقدر نجاوب فيها، يعني هذه بالنسبة للوحدة يعني الزمنية هنا بالثانية. بعدها نقوله save، يعني اضغط راح ادخل شي لهنا الإجابة، يعني الإجابة تاعي هنا راح نخير يعني ندير سيميلاسيون. بماذا يقاس الضغط الجوي؟ بي نختار هنا لي زوبسيون اللي هنا عندي، مثلا المانومتر، وهلا هنا إجابة خاطئة، لا نوت زيرو، المحاولات الأولى واحدة. بعدها نزيد عندي محاولة أخرى، نخير مثلا البارومتر، إجابة صحيحة، محاولات خلصوا 2 على 2، لا نوت دو سير دو. هذه بالنسبة لليست دي رولونت، يعني خاصة بالجزء تاع لي بروبليم دو تيب ديفيرون. نروحو النوع الثاني من لي بروبليم اللي هو كاز اكوشي. دونك نخرج يعني نروح لتقييم الفصل الثاني. نخير وحدة جديدة نسميها مثلا كاز اكوشي، ونخير بروبليم اللي هنا لي كازا كوشي معناتها تشيك بوكس. نفس الشيء هنا عندي الموديل ديجا مختوم، راح نكليكي على ايديت. لي دولين لازم نسيبريميهم طول، يعني ما نحتاجهمش. بعد هذا السيمبول هذا جي لا كيستيون، بعد السيمبول هذا يجي الكونساي يعني الملاحظات. دوك اللي هنا في هذا النوع من التمارين الموضوعة على منصة ادي اكس، يعني تكون عندي سؤال ولكن يكون فيه عدة اقتراحات، يعني ملتي شوا. دونك اللي هنا ليعود سؤال صحيح راح ندير الكروة هذه نكوشيها، ليعود سؤال غلط راح نخليها فارغة اونتر لي دو كروشي. راح نهز سؤال مثلا وحدة قياس، وحدة قياس الضغط هي يعني في النظام الدولي سيستم انترناسيونال هي نقطتين. له الكونساي يعني نقدر نقوله راجع، يعني وحدة راجع انظر الفصل ولا انظر يعني الفصل الأول قسم الوحدات. وهنا لهنا بالنسبة يعني للإجابات الصحيحة، دونك عندي مثلا نقيسها بالباسكال إجابة صحيحة، ونقيسها أيضا يعني بالنيوتن على يعني المتر كاري. هذو لي دو ريبونس يعني الصح، هذو لي الاخرين
يعني ما همش يعني إجابات صحيحة. يعني راح نحط له مثلا أنظار، نحط له مثلا مليمتر زئبقي. هذه وحدات تاع الباسك تاع الضغط، ولكن ما هيش في الوحدات الدولية. نفس الشيء عندي هنا سيتينغ، هنا يعني باش نبدل لا كيستيون تاعي تعود يعني كيستيون دو، لأنها لا كيستيون دو. عدد المحاولات سنين، يعني عندك زوج يعني محاولات. لا نوت دو، يعني كل وحدة على نقطة، يعني كل إجابة على نقطة. نقدر ثاني نحدد له الزمن هنا، نقدر ما نحددلوش، نقول له سي. دونك ندير لا سيميلاسيون تاعي. وحدة قياس الضغط في النظام الدولي هي بين قوسين هنايا، انظر الفصل الاول قسم الوحدات. هذه هنا كي نعود ما عنديش الاجابه يعني الصحيحه. لا كيستيون هذه على دو بوان، دونك نخير مثلا باسكال، نخير مثلا نيوتن على المتر، تقول له ارسل. دونك اجابات صحيحه عندك دو سير دو. مثلا ممكن طالب يخير باسكال والبار ويرسل، دونك عنده زيرو نوت على هذا، يعني لا ريبونس. لازم يكونوا لي دو كي يعني ريبونس يكونوا صحاح. نتمنى اني يعني افدتكم في هذا الفيديو الاول اللي خاص بالنشاط رقم 6. نشوفكم ان شاء الله في يعني الجزء الثاني لهذا يعني السلسلة، اللي راح نتكلم فيها على نوع يعني آخر من التمارين يعني المستعملة في تقييم الطلبة على منصة EDX. نتمنى أنه الفيديو هذا أعجبكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد أول بأول، وشكراً.